بهدف تشجيع الصناعات الصغيرة والحرفية، يأتي افتتاح وزارة التضامن الاجتماعي لمعرض ديارنا للمنتجات التراثية والحرف اليدوية المصنوعة بأيادي مصرية. ويحمل المعرض عدد من الرسائل التسويقية، أهمها الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في الصناعات الحرفية والتراثية، وأيضا الترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر. كما يهدف المعرض للتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد وزارة التضامن على أن المعرض يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية لدوره الأصيل في دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة في كل المحافظات. ويهدف المعرض لدعم وتشجيع صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة في سوق العمل، وأيضا دعم المشروعات متناهية الصغر. كما يساعد المعرض على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية تنفيذا لأهداف برنامج الأسر المنتجة ديارنا ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع. ولأهمية المعرض، تؤكد وزارة التضامن على أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها. برحب بكم مرة تانية. يمكن أضيف على التقرير اللي اتذاع من شوية عن ديارنا إن هو برضو هذا المعرض اللي أصبح علامة في المعارض المصرية اللي بيتم إقامتها كل فترة، إن هو بيحافظ على الهوية المصرية وعلى حرف مصرية يدوية كادت أن تندثر. لكن هذا المعرض فتح لها أعطاها قبلة حياة وأصبح في مكان للترويج لهذه الحرف المصرية والحفاظ على الهوية المصرية التراثية. حقيقي يعني كل اللي زاروا المعرض ومن عام لعام بيجدوا متعة كبيرة. يمكن المعرض ليه نكهة خاصة وليه طابع خاص مختلف عن كل المعارض الأخرى، إن هو بيضم بيكون منفذ للصناعات الصغيرة والمتوسطة وهذه الحرف التقليدية والتراثية الموجودة في مصر. فاللي بيلف دايما في المعرض كل عام بيشتري وبيكون بيجد متعة غير عادية إن هو يشوف مثل هذه الحرف الراقية حول تراثنا وأهدافه. وخلينا نشوف أحد المشاركين في تراثنا شايف تراثنا إزاي. معانا عبر الهاتف الدكتور عبد الحكيم سيد، خزاف وفنان تشكيلي. صباح الخير يا دكتور عبد الحكيم. صباح الخير، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. يعني حضرتك شايف ديارنا إزاي؟ أعتقد أنه بقى علامة فارقة ديارنا في سلسلة المعارض اللي بتقام على أرض مصر. طبعا هو معرض ديارنا من اوائل المعارض اللي اتعملت واللي اهتمت بالحرف التراثيه، ويمكن عمره اكثر من 10 سنين تقريبا او اكثر من كده. ويمكن الثلاث او الاربع سنين الاخرانيين بدا يبقى ليه شكل مختلف وبدا يبقى ليه طبيعه مختلفه. ايه الشكل المختلف ده يا دكتور؟ انه بدا يهتم بال بمعظم الحرفيين ومعظم الحرف اللي ما كانتش في بؤره الاهتمام، وبقى مختلف في. طب زي ايه الحرف دي يا دكتور؟ يعني مثلا الحاجات الطبيعيه زي الصابون والمنتجات الزيوت الطبيعيه، زي منتجات المحافظات زي اسوان وسيناء والوادي الجديد، دي كلها كانت من الحرف اللي ما كانتش على بؤره الاهتمام، اصبحت على بؤره الاهتمام في الوقت الحالي. طبعا بالاضافه للخزف اللي انا بنتمي ليه، بقى بيضم أجيال متنوعة من الخزافين والفنانين التشكيليين اللي بيعرضوا منتجاتهم في الـ في الـ في, الـ في المعرض ده. ويمكن بداية ديارنا كانت خرجت منه سلسلة معارض جديدة ومهمة زي مثلا تراثنا وزي معارض الحرف اللي بقت علامة مميزة في مصر في الوقت الحالي. طب حضرتك من واقع مشاركتك في معرض ديارنا، ايه الاسباب اللي خلت ديارنا دايما ناجح؟ طبعا يمكن التنظيم، طبعا التنظيم بقى شيء حقيقي جدا. الدعايه اللي بتتعمل، لان معرض بلا دعايه ما ملوش اي معنى. اهم حاجه في المعارض دي الدعايه بتاعتها.
كمان اختيار العارضين، يعني اختيار العارضين وتنوعهم، بحيث انه مصطلح ديارنا يعني ان كل ما يمثل الدار او البيت اللي احنا فيه، فده من خلال الاساس، من خلال الاكسسوارز بتاعت البيوت، من خلال المنتجات الطبيعية، من خلال كل حاجة، كل ما يمثل المستلزمات بتاعت الدار المصرية بحرف مصرية. وده مهم. ده السؤال بقى يعني اللي عايز أسأل سيادتك فيه، يعني ديارنا معرض البازار، معرض تراثنا، لأي مدى هذه المعارض يا فندم بتوفق وبتعطي قبلة حياة للحرف التقليدية والتراثية المصرية؟ لا، مهمة جدا، وفعلا هي بتعمل قبلة الحياة بعد مواد شديد جدا للحرف التراثية في الفترات السابقة. فبقى عندنا اهتمام كبير جدا بالحرف التراثية وبالحرفيين، ويمكن ديارنا بيعمل حاجة برضو مختلفة عن المعارض المختلفة، وهو فكرة تكريم بعض الأسطوات أو بعض الحرفيين المهمين، سواء رجال أو نساء. ويمكن شفنا ده في بعض المعارض، وبيعمل لهم أفلام توثيقية، وبيعمل لهم زي دعاية مجانية للناس دي أو للحرفيين دول أو الفنانين. وده بي 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 بيعمل زي رفع للروح المعنوية بالنسبة لهم يعني. طب دكتور، بنتكلم على دعم التسويق الخارجي للمنتج اليدوي، شايف ازاي نقدر يعني هذه المنتجات الهامة نقدر ندعمها ونطلعها بره السوق المصري؟ طبعا ده بيتم من خلال المعارض الخارجية اللي بتتم خارج مصر، لأن المعارض دي بتطلع باسم مصر. فمهم إن الحرفيين يبقوا يعني شايفين منتجاتهم، زي ما بيبقى ليها إقبال كبير في مصر بيبقى عليها إقبال كبير بره مصر. وإزاي المستهلك أو الزبون الخارجي أو الأجنبي بيشوف المنتجات دي وينبهر بيها، سواء كانت خيامية، سواء كانت خزف، سواء كانت خشب، أي ما تكون هذه المنتجات، فهي بتمثل الثقافة المصرية وبتمثل الواقع المصري والحضارة المصرية. فإحنا مفروض امتداد للتراث المصري القديم، وإحنا اللي مفروض هيتوثق بينا التراث ده بعد كده، بعد عشرات ومئات السنين بعد. حضرتك شايف إن في إقبال من الشباب على تعلم هذه الحرف التراثية يا فندم؟ من خلال اللي بشوفه طبعا في اقبال شديد جدا. يعني مثلا انا هضرب مثال بالخزف، يعني بشوف ان الشباب والفتيات مهتمين جدا، سواء كانوا دارسين فنون او دارسين اي مجال اخر، وحتى الغير مصري، حتى الاجانب يعني بيبقوا مهتمين انهم يتعلموا الخزف، وبيجوا يمارسوا الموضوع ده من خلال يوم او يجوا يتعلموا بشكل دوري. فبيبقى نوع من انواع الترويج السياحي للثقافه المصريه، وده نوع من الترويج اعتقد انه مهم جدا واحنا محتاجينه، وهو ثقافه الحرف التقليديه. يعني مثلا عندنا قريه زي تونس مثلا، او منطقه زي الفسطاط، قرية تونس بيروحوا الأجانب والمصريين عشان بس يشوفوا الحرفيين والحرف وإزاي بتتعمل، وممكن يقعدوا يوم واثنين وثلاثة، فهي بتبقى عامل جذب سياحي. لما أجي أشوف مثلا منطقة زي الفسطاط، ما هي فيها برضو نفس، فيها تجمع حرفيين وتجمع فني، فمن خلالها أقدر برضو أشوف الحرف المتنوعة الموجودة هناك، سواء بشكل شخصي أو بشكل حكومي. فبيبقى في تنوع وفي ثراء، يعني لما بيخش عند ورشة حد أو أتليه حد بيشوف حاجة مختلفة، بيشوف حاجة مختلفة تانية، ممكن يمسك الطينة ويبدأ يشتغل وهكذا. يعني ده نوع من أنواع، يعني عندنا نوع من أنواع السياحة
الثقافية. وعندنا أماكن كتيرة في مصر، الواحات، الوادي الجديد، سينا، أسوان، الفيوم، في محافظات كتيرة جدا فوا فيها تراث من الحرف اللي ممكن يبقى عامل جذب كبير جدا للثقافة المصرية. وهو ده التنوع الثقافي والتنوع الحضاري للقطر المصري. الدكتور عبد الحكيم سيد خزاف وفنان تشكيلي، شكرا جزيلا ليك يا دكتور، وصباح الخير على حضرتك. دلوقتي كده يكون وصلنا لختام هذه الحلقة من هذا الصباح. غدا يتجدد معكم لقاء إن شاء الله، وفريق عمل جديد وموضوعات أخرى نفتحها معكم. بنشكر ليكم حسن المتابعة ونشوفكم على خير.